اهلا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي في احد دروس الديناميكا. النهارده عندي الحركه الرئيسيه تحت تاثير الجاذبيه. قانون الحركه هي يا اولاد بس العجله الجاذبيه بتبقى ايه ثابته 9 و8 من 10. طب في عندك حركه رئيسيه الاسفل بتبقى كل القيم بالموجبين صفر وعين ودال وفي قيم موجب. طيب تعالى كده نشوف يا جماعه قوس الجسم الرئيسيه الاسفل بسرعه كذا، يعني دي السرعه الابتدائيه من قمه برج اللي هي 20.6 من 10 من قمه برج ارتفاعه 105.9 من 10، فان السرعه اللي تصل بيها الى سطح الارض بتساوي طبعا عندي سرعه ابتدائيه وعندي مسافه وعندي عجله. يبقى في الحاله دي استخدم القانون الثالث عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 د ف، اعوض عين صفر ب 20.6 من 10 زائد 2 في 9.8 في 105.9 من 10، الكلام ده يطلع ب 2500، فبالتالي عين تربيع ب 2500 يعني ب 50 متر على السنه. الحركه الاعلى بتبقى السرعه الابتدائيه موجبه والدال سالبه، لان عندك وانت بتعكس القسم الاعلى السرعه بتقل فبتبقى العجله سالبه. من قمه برج قذف جسم راسيا قذف جسم الاعلى بسرعه 9.8 من 10 فوصل الى سطح الارض بعد مرور 12 ثانيه، فان ارتفاع البرج كام؟ طبعا هنا عندي سرعه ابتدائيه وعندي العجله 9.8 من 10 وعندي الزمن عايز المسافه، فبالتالي اقول لك فيه بتساوي القانون الثاني فيه بتساوي عن صفر ونص نص عن تربيع عن صفر ب 9.8 من 10 في الزمن ب 14 ب 12 زائد نص في سالب 9.8 من 10 في 12 هتساوي سالب 558. بص يا شباب هنا يا جماعه الازاحه طلع بالسالب لازم تطلع بالسالب لانها اسفل نقطه القصف، ما دام اسفل نقطه القصف تطلع الازاحه بالسالب، فبالتالي الازاحه بالسالب بس ارتفاع البرج هيبقى 588 متر. وشكرا لكم.